السلام عليكم أهالي يافا. بعد النضال اللي كان والمظاهرة اللي سويناها، الحمد لله نشأ عنا اليوم منتدى اللي مكون من كتير ناس مهنية ورؤساء بمؤسسات، اللي كلنا هدفنا نقدم التعليم اليافي. واليوم الحمد لله تعين معنا موعد مع مديرة قسم التربية والتعليم في البلدية، وإن شاء الله رح نقعد معها نطرح ملف التربية والتعليم العربي. رح نتداول مواضيع اللي رح تكون للمدى الطويل وللمدى القريب. رح نحكي لكم بكل اللي رح يصير. مهم لنا جدا انكم تتابعونا وتضلكم على تواصل. معرفتكم وتواصلكم هو قوة لنا بالبلدية.